ربما حتى قبل أن نمر الحديث عن الإحالة القضائية، جديد فيها هو كون النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أصدرت اليوم بلاغا بعنوان تتبع قانوني لقناة الزيتونة. نقابة الصحافيين استغربت إثارة التتبع بعد أكثر من سنتين في وضع سياسي متوتر، ونبهت إلى خطورة هذه الممارسات وما يمكن أن تسببه من تأزيم لواقع قطاع الإعلام. كما أدانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الانتقائية، ما أسمته بالانتقائية، التي ينتهجها القضاء في معالجة الشكاوى الواردة عليه من الهيئة المختصة، وجددت النقابة رفضها إحالة الصحافيين خارج إطار القانون المنظم لقطاع الإعلام. فقط إضافة، بلاغ النقابة هذا جاء بعد استفسار مع ما كان يسمى بالهيكا. الهيكا قالت أنا لم أشتكي بالصحفي، فقط اشتكيت في شهر ماي 2022، حوالي قبل سنتين من الآن، وقالت إن التكييف والقضية والشخوص هو اجتهاد النيابة العمومية في أريانا. هذا مما جعل النقابة تحكي على الانتقائية وكيف استدعت النيابة العمومية شكوى وشكاية قديمة من النيابة حتى تستهدف بها قناة الزيتونة. في الحقيقة هي مش جديدة، عجبنا إحالة قضائية جديدة، مش جديدة هي، لأنه منذ سنتين ونصف والقضايا تلو القضايا. أنا عندي هذه القضية الثانية، السيد سامي الصيد ممثل قانوني للقناة ومديرها في أحكام بالنفاذ العاجل غيابي على لا شيء، فيه محاكمات في مناخ تشفي لا حدود له، وتأتي هذه الإحالة كما ذكرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لتؤكد هذا المنح التشفي. كذلك في نفس الإطار، الشكر الجزيل لجمعية ضحايا التعذيب في جنيف، أصدرت بلاغا أو بيان للرأي العام الوطني والدولي بعنوان السلطات في تونس تمعن في استهداف الصحافيين والمؤسسات الإعلامية المستقلة، إحالة قضائية جديدة ضد قناة الزيتونة والصحفي حسين بن عمر. مما صدر في البلاغ، قالت إن جمعية ضحايا التعذيب وبعد تلقيها شكاوى عديدة تفضح حجم الانتهاكات والمتابعات الأمنية القضائية والمالية التي طالت ولا تزال إدارة قناة الزيتونة، فضائية الزيتونة، وتقييمها الصحفي والإعلامي منذ 25 جويلية 21. وبعد وقوفها، تضيف جمعية ضحايا التعذيب، بعد وقوفها على الانتهاك الصارخ لأدنى مقومات المحاكمة العادلة التي انتهاك الصارخ الذي يطال السيد سامي الصيد مدير قناة الزيتونة بوصفه ممثل قانوني للقناة التي اختارت لنفسها خطا تحريريا مستقلا يفضح على الدوام الانتهاكات المتواصلة في التعذيب وضرب حرية الرأي والتعبير، والتي سبق للجمعية جمعية ضحايا التعذيب إدانتها في بلاغات سابقة. هذا فيما يتعلق بالبلاغين. دكتور لك الكلمة. يعني أول شيء أنا نحب نعبر على تضامني الكامل معكم أستاذ حسين ومع الأستاذ سامي الصيد أيضا الممثل القانوني ومدير القناة، ومع الدكتور منصف المرزوقي رئيس الأصفح. يعني واضح الآن اللي هذا التهمة اللي تتهموا بها الآن هي ممارسة مهنتكم، ممارسة العمل الصحفي، أصبحت موجب للإدانة ومحاكمة أو إحالة الدكتور منصف بسبب ممارسة يعني عمله السياسي كسياسي معناها مسؤول ومعني بالمعني بشأن الوطني. هذا استهداف طبعا للمؤسسات الإعلامية المستقلة وعلى رأسها قناة الزيتونة، لأن الآن هي الشمعة المضيئة الوحيدة اللي بقيت، يعني في إطار هذه السياسة تكميم الأفواه والتحكم في الحق الإعلامي بقي صوت واحد ناشز من المشهد العام ما نجموش يتحكموا فيه، فيستعموا كل الأساليب التحيل واستخدام القضاء واستخدام الأمن واستخدام كل شيء. هذا يبين لك لمستوى القضاء، وضعية القضاء اليوم في تونس. تونس في محنة كبيرة، القضاء فعلا الآن كما قال سعيد هو وظيفة، وظيفة في خدمة السلطان، توظف ضد الخصوم وتوظف ضد الصحفيين وضد المدونين وكل من يخرج على عصا الطاعة. هذا هو واقع الحال اليوم في تونس. ومما يؤكد الاستهداف للإعلام للصحفيين دكتور، مش سابق، هي تقريبا عندها سنة، ولكن يتأكد يوم بعد يوم للصحفيين. اليوم تم منع كل المؤسسات الصحفية والدولية من تغطية أشغال ما يسمى بها البرلمان الثاني، وتم فقط الاقتصار على التلفزة الوطنية ووكالة توصي فريق الأنباء. ما هو كما يقول لك بضدها تعرف الأشياء، تو في ظل حالة الجدل هذه والضبابية والمنطقة الرمادية، يعني وقت تتداخل الألوان والأحجام، ما تسمع برشا مقارنات، أنتم ما كنتم كذا
الوضع كذا، العشرية السوداء سود الله وجودهم وجوههم. لأن كيف تعمل مقارنة بسيطة هذا في حد ذاته يلخص لك الوضع كيف كان مجلس نواب الشعب، يعني تبث النقاشات والحوارات على الهواء. طبعا كان في مشاكل كشؤون المجالس النيابية في كل العالم، واليوم المجالس الموجهة والمصنوعة على المقاس وسائل الإعلام تمنع إلا القنوات الرسمية. القنوات الرسمية هذيك الحنفية هذيك يتحكم فيها قيس سعيد، هذيك مشمولة ما هيش مشمولة بالمنع، هذيك يحق لها أن تحول إلى كوريا شمالية تقريبا. شيء من هذا حاصل، إن شاء الله ما نصلوش الغادي، ولكن إذا كان وصلنا في هذا الاتجاه نحن ماشيين غادي. يعني الآن المساحات الحرية تضيق يوم بعد يوم، ولكن أنا عندي ثقة في التوانسة. اللي التوانسة ما مش يقبلوا حالة كوريا الشمالية، يعني مكتسب الحرية اللي انتزعوا التوانسة خلال العشرية الأخيرة. يعني التوانسة ينتقدوا العشرية الماضية في أشياء كثيرة، ولكن فما مكتسب أساسي ووحيد اللي هو أن التونسي تحرر، تحرر في وعيه وفي عقله وفي لسانه، ينتقد الجميع من الرئيس إلى الخفير، ينتقد المسؤول ويرجع إلى بيته سالما غانما. المكتسب هذا يحب ينتزعه قيس سعيد، لكن تقديري أنا مكتسب الحرية استقر في عقول وقلوب التونسيين والتونسيات، ليس من اليسير انتزاعه. ولذلك قيس سعيد أنا أشوف فيه يجدف ضد التيار، يمشي ضد مسار التاريخ وضد مسار التطور الطبيعي لتونس. احنا عملنا ثورة، ثورة مش نسلموها لرجل مغامر. يعني حول تونس إلى ما يشبه الملكية الخاصة، مزرعة خاصة فعلا، ويحكوا على مزرعة محروس، هذه ولت مزرعة قيس سعيد. للأسف تونس تحولت إلى مزرعة خاصة لقيس سعيد، لا فيها لا ضوابط قانون ولا دستور ولا معايير أخلاقية ولا سياسية، كل شيء يستباح يعني بأوامر وإجراءات قيس سعيد. هنا المشكل دكتور، احنا كخط تحريري نتشرف وشرفنا أننا كنا سباقين، أننا كنا سباقون في موضوع مقاومة الانقلاب من أي ناحية وجهت، دفاع عن الحد الأدنى من العمل الصحفي والحريات. نحاول نكون موحدين، لكن كأن الحياد مع مناخ يستهدف فيه العمل الصحفي. إذا كانت تمنع مؤسسات صحفية وإعلامية خاصة ودولية من ممارسة عملها أن يتم تضييق على الصحفيين، أي عمل بعد ذلك؟ احنا اليوم هذه حقيقة، حتى في عهد بن علي لم يسبق أن سجن صحفيون بالعدد هذا، بهذا الحجم ما حصلش. بن علي ما كانش ديمقراطي، عمر علي كان بن علي يعتقل، ولكن مش لهذا الحد. كان فما شوية عملية انتقية على الأقل، فما شيء من العقل، لم يكن ديكتاتورية عقلانية. هذه ديكتاتورية رعناه. أعطيني أسماء صحفيين دخلوا بصفتهم في عهد بن علي. يعني كان الحال تذكر شو اسمه اللي كان جلال بن بريك، وأثار ضجة في الداخل وفي الخارج، وتحدثت عليه وسائل الإعلام الدولية. إضراب جوع، لكن مش إضراب جوع لأنه استهدف. نحكي عن السجون، نحكي مع عسكرية ما تذكرش، ما تذكرش بعض السجون. كان فما بعض الصحفيين ربما اضطروا يخرجوا غادروا تونس كما عمر أصحابه ولا كذا. نعم. ولكن لا أذكر أن فعلا الصحفيين تم اعتقالهم. هو السابق حتى في القضاء العسكري هو بدها عامر عياد وصل عطية. نعم. أول مرة بقعدش فيه أبدا. صحيح. اليوم حنبو غلاب ربي فرج كربه. وبن علي ما كانش يستخدم في القضاء العسكري. الآن وجه الخطورة هو استدراج وتوريط المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية والمدنية. يعني شنو موجب أن تورط القضاء العسكري في هذه القضايا؟ دكتور القضايا ما عندهاش علاقة بالعسكر ولا عندها بالأمن الوطني، قضايا تتعلق بحرية الرأي والعمل السياسي. صحفية شذال حجم برك سجين اليوم، أي فعلا مسكينة. يعني كم صار لها هي تسمى في القضية بجامعة متفهة استاذ رشد، مش استالينجو هذيك، هي في قضية استالينجو. أنا نفسي حشروني يعني حشر قضية، ولا عندي علاقة من استالينجو لا من قريب ولا من بعيد ولا عمري التقيتهم وكذا. حشر اسمي يجيب يعني كما يقولوا على بعضه، بوه على أخوه. صحفية شذا بغلاب عدا المتابعات القضائية كما قلت نفس الشيء. أنا في قضية أخرى على برنامج عام 2014-2015-16 قيل ثم وثائق فوق البرنامج فوق البلاتو. قال تعرف توا شنو أستاذ حسين؟ نعم فقط توا هاي تحولت بقدرة قادر من شاهد إلى متهم دون إيقاع استنطاق. هذا معمول به، هذا صار بديهيات. هذه يعني الأمر هذا جاري جدا. كيف يكون موحدين يا دكتور؟ يتحول مركز القضائي بسرعة البرق. اليوم شاهد غدو الحي تصير متهم. هذا هو الوضع الاستثنائي. يعني ما بمشي احنا سلطة قضائية، يعني لأن السلطة القضائية تحكم فيها رجل واحد وهي وظيفة تابعة. يعني أنا كنت مش نقول لك لا حمد رسول الله في انتظار ذلك. حابين نقول لك احنا نحاول وهذا نحكم مع مشاهدينا، رأوا ما ثمش حياد في الإعلام، ما ثمش واحد جمعية خيرية، لا احنا ولا الاخرين ولا الاخرين تاع الاخرين، ثمش حياد، ثم موضوعيه
ومهنية وثم أخلاقيات مهنة تفرض علينا باش نتزنوا بها. ده مش حياد، حياد مع ماذا؟ حياد مع الحرية، مع انتهاك الصحافة، مع سجن المعارضين بدون سبب، مش حياد ذاك. احنا خط تحرير، تحرير كما قلت البارح احنا جينا لهنا خرجنا، فرض علينا الهجرة قصريا، ما خرجناش باش نعرسوا، جينا معرسين بأولادنا، جينا معرسين بأولادنا وما خرجناش عايشين في الخمسة نجوم. هذا وضع غير، هذا مش الأساس. نجاهر بكلمتنا الحق من موقعنا دفاعا عن كلمة الحر، ولا طالبين حد آخر، ونسع ما استطعنا باش نكونوا نعطوا مادة علمية ومهنية تستجيب معي. لكن مش محايدين في موضوع الحريات، مش محايدين. طيب، هذا على كل حال شرف، شرف المهنة وشرف أن الواحد يحمل مشعل التحدي وحرية الرأي وقول الحق في الوقت اللي ربما صمتت كثير من الأقلام وصمتت كثير من الأفواه. على كل حال هذه طليعة نضالية مطلوب، يعني كما فما طليعة نضالية من ناحية سياسية وفما تضحيات، نفس الشيء الإعلاميين يحتاجوا إلى قدر من التضحيات في مواجهة هذه حالة الباطل والانحراف اللي معناه يجري في تونس اليوم. أنا قلت التهمة الجاهزة الآن اللي ترفع القيام بأمر بوح جد رئيس الجمهورية، تقريب كل التونسيين والتونسيات متهمون اليوم بقيام بأمور موحشة، فعل موحش أو فعل موحش، قيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية، اتيان فعل موحش ضد رئيس الجمهورية. شنو هو الفعل الموحش اللي عملناه ضد رئيس الجمهورية؟ أن ننتقده، أن نقول أنت سياستك غلطة، أنك أنت دكتاتور وفعل أنت كذلك دكتاتور، هذا يأخذ عنوان معناه فعل موحش ضد رئيس الجمهورية، ومعناه سوقت يعني سوق مدونين وصحفيين وكتاب وسياسيين بهذه التهم عشرات اليوم. يعني احنا كنا نتصوروا يعني خرجنا من ذلك المربع، هو توقيس سعيد يقول لا عودة الوراء، احنا راجعين إلى وراء الوراء الآن. يعني المشهد اللي التو نحكوا فيه أنا ذكرني بفترة التسعينات اللي كنا شبابنا في بداية الهجرة لبريطانيا، أنا هجرت تقريبا بريطانيا سنة 93، كان عندنا تجربة بسيطة في ظل حالة الصمت الإعلامي وسيطرة بن علي على مجالات الإعلام، عملنا تجربة نبثوا ساعتين في الأسبوع سمينا قناة الزيتونة في ذلك الوقت. تقريب المشهد هذا اللي نشوفه الآن ذكرتنا في بداية شبابي وإحنا مهاجرين لبريطانيا كيفاش نبث بعض الساعات مسارقة باش نوصل صوتنا إلى تونس. يعني تقريبا رجعنا الفارق اليوم كمستوى المؤسسات في الحقيقة تم التضييق على العمل، لكن بقي زملاء صحافيون نكبر فيهم جهدهم على الأرض في تونس الآن يكابدوا، حتى في بعض المؤسسات الصحافية وجرهم التحية على الأرض يكابدوا في بعض المؤسسات ويفتكوا في مساحة فرضوا فيها ويستطيعون ويحاولون فرض ما استطاعوا أن يقدموا مادة مهنية في بعض المؤسسات حتى وإن كان الخط التحريري مقيد للأسف الشديد.